قال مصدر رفيع المستوى من حزب الله إن الاتصال مع رئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين مقطوع منذ سلسلة الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية يوم الجمعة. هذا وأكد المصدر المسؤول أن الحزب لا يعلم إذا كان صفي الدين الزعيم المحتمل الجديد لحزب الله موجود في المكان الذي استهدفته الغارات الإسرائيلية أم لا، كما أنه لا يعلم من كان يرافقه في تلك الأثناء. هذا وأعلنت ثلاثة مصادر أمنية لبنانية أن الضربات الإسرائيلية المكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ الجمعة تمنع رجال الإنقاذ من تمشيط موقع الضربة الإسرائيلية. كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحلف صفي الدين الأمين العام للحزب حسن نصر الله الذي قتلته إسرائيل.